مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معنا يعني خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. أعلنت وزارة المالية عن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية ومزايا تحفيزية لضمان نجاح المشروعات الصغيرة، حيث أكد وزير المالية أن هذه المشروعات تعد أحد دعائم الاقتصاد المصري. يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. معنا على الهاتف الأستاذ رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية. صباح الخير أستاذ رجب. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح النور على السادة المشاهدين. أهلا معنا. حابين يعني نعرف من حضرتك يعني أهم الإعفاءات اللي تم الإعلان عنها لتشجيع المشروعات الصغيرة. نعم، زي ما حضرتك تعلم أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة الاقتصاد القومي، لأنها تعتبر صناعات مغذية للصناعات الكبيرة. فبالتالي مثلا لو احنا بصينا مثلا لشركة زي شركة احد الشركات العملاقة، تلاقي تحتها من اكثر من 1000 سبلاير لامدادها بمستلزمات الانتاج. فهذه الشركات سبلاير دولت، الشركات دي شركات متناهية الصغر ومتوسطة. فبالتالي هناك من ضمن قوانين او التشريعات اللي اصدرها البرلمان المصري، وهو قانون المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وذلك لدمج وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي في الدخول مع الاقتصاد الرسمي. تمام. هذا القانون بيحفز المشروعات متناهيه الصغر والمشروعات الصغيره من خلال مجموعه من الحوافز، كما صرح بها معالي وزير الماليه بالأمس القريب أنه يتعامل مع هذه المشروعات ضريبيا ومن خلال بعض الالتزامات الموجودة عليهم المبدأ اللي فات مات. بمعنى أن هم دولت الشركات ديت لو هي مش مسجلة في مصلحة الضرائب المصرية، فهيتم التجاوز عن قيمة الضريبة المستحقة على هذه الشركات خلال السنوات الماضية التي كان يمارس فيها النشاط ومستحق عليه ضريبه. ايضا ان هذه الشركات هتبقى لما تندمج في الاقتصاد الرسمي هتبقى موفاه من ضريبه الدمغه النسبيه. الدمغه النسبيه المفروضه باحكام القانون 111 لسنه 1980. برضو هتكون هذه الشركات لما تيجي تسجل العقار في الشهر العقاري هتبقى موفاه من الضريبه العقاريه. ايضا هذه الشركات لما تيجي توثق عقد الشركه او توثق اي مستند خاص بيها هتبقى برضه معفاه من رسوم التوثيق بالشهر العقاري. ايضا هذه الشركات عندما تقوم بالاستيراد الات ومعدات من الخارج هتكون خاضعه بفئه ضريبيه جمركيه مخفضه جدا في بحدود 2% من قيمة الآلات والمعدات. كل هذه الحوافز أيضا برضو مسموح لهم إن هم ياخدوا أراضي من الدولة لإنشاء المباني المنشآت والشركات والمصانع، وهذه الأراضي دي أسعار مخفضة ويتم التخصيص على عدد وافي بالنسبة للمقدرة المالية لهذه الشركات. هناك حوافز عديدة جدا أرض ايضا ان هي تتعامل ضريبيا بمعامله عكس التي وردت في قانون ضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، بان هو ملتزم بفرض ضريبه بسداد ضريبه قطعيه او ضريبه نسبيه على قيمه المبيعات او قيمه الايرادات، وليس من خلال صافي ربح اللي هو بينتج عن اجمالي الايرادات ناقص اجمالي التكاليف، ولكن هنا المشرع بسط لهم المعاملة الضريبية ونص في مواد القانون ان هو محاسبة مبسطة لهذه المشروعات، وهي في حدود 1000 جنيه سنويا للمشروعات اللي رقم مبيعاتها ما بيزيدش عن 250000 جنيه، و 2500000 جنيه للمنشآت اللي ما لا يزيد رقم اعمالها عن 500000 جنيه، و 5000 جنيه للمشروعات التي لا يزيد رقم أعملها أو إيراداتها عن 1,000,000 جنيه، ثم ضريبة نسبية بالنسبة للمشروعات إلى رقم أعمالها بيتراوح من 1,000,000 حتى أقل من 2,000,000،
ثم نسبة 75% في المشروعات اللي رقم أعمالها بيتراوح من 2 مليون حتى 3 مليون، ثم نسبة 1% بالنسبة للمشروعات اللي رقم أعمالها لا يزيد عن 10 مليون جنيه، يتراوح من 3 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه. طيب. أيضا لهم إقرار ضريبة مبسط جدا للغاية، تم إدراجه على منظومة الخدمات الإلكترونية لمصاد الضرائب المصرية، وهو إقرار مبسط جدا وبسيط، يستطيع الممول أنه هو بيقوم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية ويختار خدمات إلكترونية، ثم يختار إقرار مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر، وهو إقرار مبسط عبارة عن شيت واحد يتكون من رقم الأعمال. إذا تم اختيار رقم الأعمال بين الحدود اللي احنا اتكلمنا عليها من قبل، بيتم نزول الضريبة أوتوماتيكيا، ثم يقوم بسدادها إلكترونيا وإغلاق الفترة الضريبية وإرسال الإقرار الضريبي، وهذه العملية لا تستغرق أكثر من 7 دقائق إلى 8 دقائق. فبالتالي الدولة بتسعى جاهدة إلى تبسيط إجراءات تحصيل الضريبة، وذلك لتشجيع كافة الممولين سواء مستثمر مقيم أو مستثمر غير مقيم بالاندماج لمنظومة الاقتصاد الرسمي لتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة، واستفادة هؤلاء الممولين من التيسيرات والمزايا التي تمنحها الدولة لهؤلاء المستثمرين من خلال قروض مبسطة بسعر فايدة مبسط، من خلال الحصول على أراضي في أماكن صناعية مميزة، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أيضا الحصول على الإعفاء من الدمغة النسبية المفروضة بأحكام المادة 79 من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 80، أيضا الإعفاء من الضريبة العقارية المفروضة بأحكام القانون 196 لسنة 2008، أيضا الإعفاء من رسوم التوثيق المفروضة بقانون الشهر العقاري. كل دي مزايا أيضا، إن زي ما قلنا إن هو بيتمتع بفئة جمركية مخفضة 2% في حال استيراده لآلات ومعدات لازمة لإنتاج المنتج، ما عدا سيارات الركوب لا تخضع للفئة الجمركية 2% طبقا لأحكام القانون. أرضا هناك مزايا ميزة أخرى، وهي إعفاء توزيعات الأرباح بالنسبة للمنشآت شركات الأموال ذات الشخص الواحد، اللي هي منشأة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 2018، بشرط أن يكون المؤسس هو شخص طبيعي وليس شخص اعتباري. كل دي مزايا أتت طبعًا في القانون 152 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 654 لسنة 2021. طب أستاذ رجب، هل يعني الإعفاء في هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات ده بيكون لمدة محددة، وهل برضو بيحتسب من تاريخ القيد في السجل التجاري؟ نعم يا فندم حضرتك، هي دي لمدة 5 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط، ان هو لان هي المادة 27 و28 حددت هذه النسب، لكن الفعل الجمارك مفتوحة، ضريبة التوزيعات الإعفاء مفتوحة. ميزة ان هو بيوفى من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة في حالة بيع الآلات والمعدات، بس بشرط ان يتم استخدام حصيلة بيع الأصول الرأسمالية في شراء أصول جديدة، وهنا هي حصافة من المشرع لتشجيع هذه المنشآت بالنمو من خلال أن تكون منشأة متناهية الصغر تقوم بتحديث آلات ومعداتها للتوسع في حركة التشغيل لزيادة حركة المبيعات، فبالتالي بيتحول من منشأة متناهية الصغر رقم أعمالها مليون حتى مليون جنيه إلى متوسطة رقم أعمالها 50 مليون، يتراوح عند 50 مليون، ثم ينتقل من مرحلة أخرى إلى المتوسطة
وهي التي رقم أعمالها يبدأ من 50 مليون حتى 200 مليون. وهناك أيضا أن هناك رعاية كاملة من جهاز المشروعات المتوسطة تحت رعاية السيدة الفاضلة وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع. فكل ديت هناك حضانات أنه هو بيقدم لهم المشورة الفنية المتعلقة بالمنتجات وأنهم بيساعدوهم على أن يكون الإنتاج إنتاج متماثل للمنتجات العالمية، حتى ويقوم جهاز المشروعات بعقود برامج تثقيفية لهم، وأيضا بيقوم لهم بإقامة معارض لعرض منتجاتهم سواء في الداخل أو في الخارج، وذلك لتعرف المجتمع الاستهلاكي على منتجات هذه المشروعات. فبالتالي هذه الشركات بتنمو نموا سريعا جدا، وزي ما قلنا في البداية أن هي قاطرة الصناعة في جمهورية مصر العربية أو عالميا، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد، لأن الشركة العملاقة بتبدأ من منشأة صغيرة أو متناهية الصغر. تمام. هو الحقيقة طبعا أستاذ رجب يعني جهد مشكور حضراتكم يعني طبعا بتقوموا بيه، وده ملحوظ طبعا لكل المهتمين بهذا القطاع، وإن شاء الله كده يعني نرى مزيد من التقدم أكتر وأكتر الفترة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. أنا بشكرك جدا، بشكرك جدا الأستاذ رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.